وفي نفس الوقت صعيبه. الله يسهل على كل واحد، لا لا يحرم كل واحد من الاحساس. واخا الوجع وغادي يلا تتجهد فيا بشويه بشويه. اكبر فرحه ديالي اليوم انا ولدي فهد حبيبه ديالي فهودي. يا كيوس، صباح الخير الغزالات، كي دايرين؟ نتمنى جميع المشاهدين لاله خديجه بيوتي يكونوا على خير وبخير. نهار جديد، فلوق جديد، اكيد هذا فلوق ديال الولاده، شي حاجه احسن حاجه دازت يمكن في الحياه ديالي. انا يلا فقت دوزيام جوغ، توقت شي شويه باش قدرت نسجل هذه الحلقه. كيما شفتوا هذه لا شومبر ديالي، ولدت في لاكلينيك باستور، مستشفى بريفي، ما شاء الله عليهم، عناية جد جد رائعة، كل شيء عندهم ما شاء الله زوين. وبالنسبة للبيفي واللي عجبو هذا الشيء اللي صاكبت في لا شومبر ديالي، غادي نخلي لكم لاباج ديال السيدة اللي حطت ديال البيفي مدام بناني في حي الرياض، نخلي لكم لاباج ديالها في الانستغرام ديالي. مرحبا بكم ومبروك عليا، ونتمنى هاد الفرحه للبنيات كاملين ان شاء الله. الله يرحم الهلي، لا يحرم حتى شي وحده من هاد الفرحه. هذه فرحه كبيره 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 بزاف، وانا فرحانه بزاف بالمولود الجديد ديالي، وليدي فهد الله يخليه ليا ويتربى في عز ان شاء الله، والعقبه لاي وحده. وصباحكم مبروك، وبلاتي شويه ونخليكم تشوفوا البيبي ديالي. يلا باي باي. Thank you.
على اختك.